المحاسن فيه والساغ اسمه أمين صنع جميع ما فيه الساغ اسمه أمين يا رحيم ربنا يخليه حبيبك اللي تحبه أمين وعشمان فيه بطل عليه بالأسى يظهر جميع ما فيه أنا اللي خلاه عايش علشان عايش عشان ناس حوالي ماشي يومي رد موفح وعندي صبر ما عندي بقى في حد ماشي بينده تحت بيقول يا ناس يا موحي مجدة. يلا يا ماما كده هنتأخر. يا جرى ايه يا ولاد؟ مش لازم اجهز نفسي، دي اول مرة حد يعزمنا على عيد ميلاد. انا الاول. لا انا مش كده يا ولاد؟ وبعدين ده اللي عودتك عليه، احنا هنعمل قرعة واللي هيكسب هيدخل ورايا. انا وعدت راشد ان احنا مش هنحرق المفاجأة اللي عاملها هو والاولاد لنبيلة بمناسبة عيد ميلادها. خلوا بالكوا يا ولاد، اوعى حد يتكلم قدام نبيلة على المفاجأة. المهم انتي ما تقوليش يا ماما. انا ليه بقى؟ ان شاء الله. هو انا عمري قلت على حاجة؟ لا، باستثناء لما قلتي لعم عبده البواب مراته كانت بتقول عليه ايه وبعدها طلقها، وباستثناء لما طنط مريكة الخياطة حكيت لك عن جارتها وشركتها طنط راشيل وقالت لك ما تقوليش، وفي ساعتها خسروا بعض. ولما زوغت يوم وما روحتش البنك وقلت لسامي بعدها واتخصم لي 5 أيام من مرتبي. باستثناء كل الحاجات اللي قلتوها دي أنا ما بقولش على حاجة أبدا. الأسانسير ده حلو قوي يا أمين. فعلا الجو فيه حلو قوي، طراوة، الهوا فيه طبيعي. ده تكييف. تعرفوا إن إحنا ممكن نبقى نحتفل بعيد ميلاد نبيلة هنا؟ فكرة هايلة يا ماما. خلوا بالكوا، اوعى حد يجيب سيره المدام نبيله. اهلا وسهلا. يا مرحبا. كل سنه وانتي 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 عامله ايه دلوقتي؟ طيب الحمد لله. هلا مرحبا. ايه جيستو؟ يلا بينا نروح.
يلا يا أولاد خشوا بسرعة، يلا بسرعة. لا لا كده الوزن صار زيادة. هحصلكوا على السلم. الأسانسير بتاعكو ده تحفة، أنا في حياتي ما شفتش أسانسير جميل بالشكل ده. إيه ده؟ إيش هذا؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ إيش اللي حصل؟ غريبة، الأسانسير خرب مع إنه الشركة أكدت لي إنه مو ممكن أبداً يخرب. دي أكيد قوة غير مرئية. بركاتك يا مجدة. لا لا ما ابغى اموت، ما ابغى اموت، ما ابغى اموت، ما ابغى اموت. بس بس كده انا اللي حموت. اهدوا يا اولاد لا تخافوا، انا هتصل بالشركه عشان يجي يصلحوه دحين. للاسف ما في شبكه. طب ايش حيحصل؟ ايش حنسوي؟ يصير ما في غير اننا نستنى وندعي انه عفاف تتصرف. عفاف، انا لله وانا اليه راجعون. 76 77 88 99. يوه غلط، هطلع عد من الاول تاني. اف بقى. يلا يا تامر يلا. الله في مشكله، في شبايه اتحرقت. طب انتبه يا ولد لا تتكهرب. اتكهرب؟ احنا دلوقتي في موقف حرج، لان الشباية دي هي الموصل بين الطرف الموجب والطرف السالب لقطبي المحاول الاستاتيكي للعقل الباطن الايوني الاسانسيري. ايش يعني؟ يعني مش ممكن اتكهرب. يعني ما في اي حل؟ من غير الشباية دي صعب يتصلح. ايش يعني؟ هنفضل محبوسين هنا؟ طب وبعدين يا أمين؟ ما تخافيش يا مجدة، خلي إيمانك بربنا كبير. أنا بتكلم عن نبيلة، مش الواجب برضو إن احنا نغني لها؟ أنا بقترح يا بابا إنك تفتح فتحة السقف وتطلع على الحبل وتنزل من السطوح على السلم وتفتح لنا من برا. فكرة مرة كويسة. يا سلام، لا طبعا. خلي بالك من نفسك يا أمين. لا لا أنا حاسة إننا ما رح نخرج من هنا، وإنه شبح الموت حيصيدنا واحد ولا التاني. لا 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 يا ماما يا ماما، أنا خايفة أنا خايفة أنا خايفة. بس يا ولد جاسم لا تخوف أختك. ما تخافي يا حصة يا حبيبتي، ما في حاجة، ده جاسم أخوك بيمزح معاكي. ماما أنا بردانة. هو الهوى ده جاي من فين؟ من هنا. يا خبر، إذا 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 يا مجدة يا جماعة يا راشد، ايه اللي بيحصل ده بس يا ربي؟ ايه اللي ممكن يحصل اسوأ من كده؟ الله مية واحد، مية واثنين، مية وثلاثة، 77. يوه مش ممكن، لازم انجح في مرة. ماما انا كنت ابغى اعترف لك بحاجة. قولي يا حبيبتي. بصراحة أنا ما أحب طبيخك. البنت صارت تخرف، طيب مين خلص السليق باللحم أمس؟ الحقيقة يا ماما إحنا رميناها للبسس، والبسس بعدين جالها تسمم وماتت. الحقني يا راشد، البنت جاتها حمى وبدأت تخرف. الحقيقة يا نبيلة هذا صار فعلا، بس أنا كنت معترض بشدة. طيب شكرا. وإيش جنب البسس بس؟ أيوة أيوة أنت بتقول كده عشان خاطر حسة. طيب فهمت. 322 323 324. ايه ده؟ ده عفاف عفاف عفاف. 326 بنتي عفاف. عفاف يا بنت يا بنت رد عليا. ثانية واحدة. يوه ايوه عايز ايه يا بابا؟ ايه يا بابا ده انت فين؟ انا ورا باب الاسانسير. الاسانسير عطل بينا ولازم نتصرف. حاولي تنزلي بسرعة وتخلي حد يجي يساعدنا. الله انت بتفكر في ايه يا بفكر انزل على طول ولا كمل عد الاول؟ ماما انا كمان كنت ابغى اعترف لك بحاجه. قول يا جاسم. في عيد ميلاد السنه اللي فاتت التورته اللي انت عملتيها ليا بابا راح بدلها بوحده زيها بالظبط من محل الحلويات. انا اقول طعمها كان مو طيب. ليه؟ ما هو ما في احد يزين تورتته بالطماطم يا نبيله ولا بالفلفل. انا مشكلتي اني بحاول ارضيكم بكل الاشكال.
انت وجودك في وسطنا هو اهم حاجة عندنا يا نبيلة. نبيلة كل سنة وانت ايه 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 الله، انت عملت ايه يا بنت؟ دست على زرار الاسانسير يا بابا. ده امين، الحمد لله على السلامة يا امين. ها يا استاذ امين، ايش الاخبار؟ قول لي ايش سويت؟ انا قلت العفاف تجيب حد يساعدنا وكتر خيرها. وهي هتعمل كده اهو لما تكمل عد السلالم الاول. الحقونا يا جماعه، يا خلق هو، يا جدعان المنطقه، يا اهل مصر. مين دي؟ دي منها بنت تايهه معلمه. بابا وماما وتامر وعيلة الأستاذ راشد اتحبسوا في الأسانسير ومحتاجين مساعدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحد يا جدعان يلم اللي يقدر عليه واللي تجود بيه نفسيته. لا دول مش محتاجين مساعدة، دول محتاجين حد ينقذهم. يلا إجبالا، هو الأسانسير عتلان فين بالزبط؟ المصريين هما، المصريين هما، حيوية وعزم وهمة، حيوية وعزم وهمة، بالبعض بالمتقدمين. عم يا صاحب الجمال. وبعدين يا جماعة؟ احنا حنموت هنا. لا انا ما ابغى اموت هنا، ابغى اخرج، ابغى اخرج، خرجوني من هنا. حرام عليكي، كفاية بقى، جرى ايه؟ انا عامل احترام للأستاذ راشد وطنط نبيلة. وانا يا تامر انت تخرس خالص. مصر ايه ده؟ ده سامعين شمس السماري. مصر سنه حلوه يا نبيلة، سنه حلوه يا جميل. كل سنه وانت طيبه يا نبوله. كل سنة وانت طيبة يا ماما. انتوا كل هذا عملتوه علشاني؟ مو احسن ما نقعد في البيت تعملي انت التورتة يا ماما؟ هاهاهاها